منكم نصر المكرونه؟ لا انت على طول معطيهم تعطيهم. الله يعينكم اعزائي المشاهدين، في حال لو ما اخذتوا طريقه الناس كلهم في تويتر الان نبغى الطريقه، نبغى يا ريت سالم يا ريت ولا طبيعي مرت عليكم اكثر من كذا يا شباب. اي ترى ها سو انون اقرا انا اعلمهم، انا طباخ نمره واحد. تشرح لهم؟ اشرح لهم. لا خلاص ما يحتاج. شكرا. الله يفرج عليك، والله اني ما ادري ايش السالفه. خلصنا. لا تقولوا ابو محمد ما عليهم. شوف هذه خلصت ترى المكرونه، شوف اللي هذا ما خلصت باقي على خلصت جري. يا مساء الخير. هذا انت ايش اعجلك؟ بتروح سوق الغنم انت؟ اصبر ابغاك تفكها شوي ليك شاده. تاكل ايش يا ابو؟ يا رجال انبسط يا رجال. ابو جميل نحتاجك يا عبد الله، يعني كل ما اروح القلب نفس القريه. تصدق شيء غريب والله، نفس القريه. عبد الله اليوم اخذ اجازه وجاي انت بطينك اجازه ابوبه صح؟ عشان ولدك جاي ثلاث ايام وكذا، بس ما تعلم تخاف من العين يا وحش. ترك متغير عقب ما صرت ابو، يعني تغير. تغيرت حرفيا، صرت اضرب انت لا خليك روحون بولد. كيف جاي ضيف؟ روحون مع ولدي، بس غير ولدي اضربه. تبي انت طارح هنا نشوف من اللي يقدر. لا انتبه. تفضل. ربي بيرد على العيال. انا بس ودي اسولف حبيبي الظاهر. لا لا ما في شيء. اي طيب بقلبك عشان ما نطلع فصل. اي لا 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 ممتاز. بس انا ودي اسولف مع النجم محمد مسفر. نبه سولف معه. انا مو قاعد اخذ اذنك يا عبد الله. اي انا معليش انا اتفكرت. تفضل. تطرني في لا يلا تفضل. محمد تقدر تقول له تمون عليه تقول له غادر. خلاص راح. لا هو انا عارفه ما بيروح، بيروح هناك. انا عارفه محمد واستحي منه. هو عشان جالس في حاله عرفت؟ تحس انه يتيم. ايش محتاج هو؟ كذا كل دب كذا في المطبخ في البيت يشغل المطبخ يشغل الاهل. لازم هو يقيم الطبخ. حبيبي لا لا تغلط. انا ما غلطت، انا وصفتك. لا ما انت دب. انا رشيق. انت مو دب. رشيق لا صراحة سرير. لا يغرك الكرشه. ترى سرير. والله لو انت سابق يمكن اصل الهند اجيب كباب هندي واجي. ما تدري. لا بس محمد انبه. ليش هو جوعان؟ هو اساله جوعان؟ ليش يلف في المطبخ؟ هو قاعد يشيك على الاغراض. حبيبي مقيم. ما يحتاج راتب، احنا بالنقاط نحلل النقاط. وينك امس؟ امس ماخذ سكليف. من اللي اعطاك السكليف ده؟ الله لا يوفقك. دكتور في الاعداد. انا لا بمنعك اليوم من التقييم. رجاء ما تقدر صح؟ رجاء ما تقدر. رجاء انا جاي ضارب مشوار، جايب لك كباب، مستقبل كباب هندي ومخلص اقامته وجايبينه لك. فاخر المطاف تقول لي امنعك ما امنعك؟ معلش ما اسمع. يا محمد بعد اذنك لانه انا تعطلت بيني وبينك. يلا تعطلت محمد. يا ليت اذا هو قويك في البرنامج تروح له تقول له تقدر تجلس. محمد ارجوك لا ترجع الا عبد الله. لا لا اروح بس بينك وبينه. قال لك شيء؟ انا ما قلت شيء. ايش دوام؟ وراه عشان ذا ولد يعني تكبر علينا. اجلس. محمد خذ لك فرصه تحط. بس عشان هو بيعطينا اسئله. صح الولد يتفرج. صح. عشان بيوضح الولد انه قوي شخصيه يعني. كان قال لي بس حياوي قال لي روح قال لي مستحي لازم مستحي. طيب كان دق على جوالي اقل شيء كلمني يعني. هو تعرف انت بس توجه يا ولد. ايه خلاص 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 ما اعتمد خلاص بس. ايه حبيبي خلاص قلت له بيروح غالي. خلاص قلت له راح حبيبي. راح حبيبي راح راح حبيبي. لا هذا ترى نشبه وجوده مزعج. لا لا حتى المخرج كلمني قال وجوده مزعج مره. لا لا شوف هو ترى راح. اي راح ابشرك. انا كلمته قال بروح. انا واحد ثاني يا ساعة
السلام عليكم. كان قلت ما بيننا شيء يعني. هلا 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 بكلام. لا انت متغير كثير. انا تحسست اني رقدت بدري عشان احضر فقراتك. لقيتك متغير. ابو خالد يوم كان اسمك عبد الله بدون ابو خالد كنت تاخذ وتعطي. الحين ابو خالد صار لك كاريزما خاصه تغيرت. يلا فمان الله. الله يحفظك. تبي شيء يا ابو؟ سلامتك يا ابو. هلا محمد. موج طيب. ماش ما ما نفذت اللي انا وجهه لا 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 مع خلاص انا عرفت طريقته انا عرفت طريقه. طيب نروح انا وياكم اعزائي المشاهدين نشوف. انا ما ادري وين الشباب وين. انا توني مدحتهم قبل شوي. عبد الله وين كان في بدايه الفقره هنا موجود عبد الله ومحمد مسفر. بس لا تشرح علي متسابق يا شباب.